غلى مي بالنار وخلى أصابعي بي، كان دائما يربطني بالزنجيل ويعلقني بالكيبل. شاب تعرض من طفولته إلى تعنيف بالغ الشدة من قبل والده، واللي إلى اليوم تارك بي آثار سلبية وعقد نفسية. هذا الشاب كبر وتزوج وعنده أطفال، لكن لا يزال يعاني من الخوف بسبب ما تعرض له من عنف. والدي كان يضربني على أتفه الأسباب، كان معيشني حالة مأساوية، كان دائما يربطني بالزنجيل ويعلقني بالكيبل. كنت دائما ألجأ لوالدتي اللي تسأله، بس دائما يقول لها أني هيك تربيت وهيك راح أربي أولادي. في يوم من الأيام جيراننا رمى يعني جيجارة بالقاع، فأني جيت أشيلها، غلى مي بالنار وخلى أصابعي بيه. كل يوم أتذكر هذا الحادث، وكل يوم أفز من النوم مرعوب بسبب هاي الحالة. أنا ما أعرف شنو الطريقة الصحيحة للتعامل مع هيجي نماذج بالمجتمع، لأنه إحنا تعبنا كشباب. يعني اليوم من أني شيبت ووصلت أنه عندي أطفال وأسرة وزوجة ونايم، وأفز مباشرة من نومي برعب وخوف، وأتذكر كل يوم كل لحظة انضربت بيها من والدي. يعني أنا اليوم بعد ما كبرت وصار عندي عائلة، أنا ضاع مستقبلي. يعني كنت كل يوم أتمنى أكون مثلا طبيب أو مهندس أو أي مهنة، بس كانت دائما تأثر علي هاي وأتذكرها، وأحس أنه كل صوت هو جاي دا يقتلني وجاي دا يموتني وجاي دا يذبحني. ما بعد أقدر أعيش هاي الحياة، ولازم تعرفوها ولازم الكل يتوعى منها حتى نتخلص من هذه النماذج اللي بمجتمعنا. كان دائما يعذبني بكيبل وزنجيل، يعلقني بالكيبل بالسقف، كان يربطني بزنجيل بالشباك، كان يستخدم طرق جدا تعيسة بالتعذيب. يعني مثل كان بالصوت يضربني، جسمي الآن مشطب من كل أنحائه من كل أجزائه بسبب الكيبل. أيضا أنا اليوم يعني دا أحاول أنه أربي أولادي بالطريقة السليمة اللي هي التفاهم والنقاش، لأنه ما أريد أعيشهم اللي عشته أني واللي مريت به واللي أثر على حتى حياتي اليوم، اللي خلى زوجتي تخاف مني بالبداية، في بداية زواجنا وبداية حياتنا مع بعضنا. ربوا أولادكم بالطريقة الصحيحة وبطريقة التفاهم والنقاش، لا تربوهم على التعذيب، لأنه راح تعيشوهم دائما بخوف.